ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الاخير من شهر مايو لعام 2020 لاصحاب برج السرطان. برج السرطان احنا عندنا الاسبوع الاخير فيه حاجات كتيرة جدا، يعني احنا بنتكلم في عدد ايام او اسبوع، ولكن بالفعل فيه حاجات كتير قوي متغيرة، حتى احنا كمان تفكيرنا شوية متغير. سبق واتكلمت معاكم وقلت لكم ان النص التاني اساسا من شهر مايو في بعض الحيرة او بعض احساس ان احنا مسيطر علينا، وده بالفعل موجود عندك بصورة اكبر في الاسبوع الرابع او الاسبوع الاخير من شهر مايو. حاسس ان انت مسيطر عليك، حاسس ان انت في حد متحكم في مالك، متحكم في عاطفتك، متحكم في موضوع معين انت مش عارف تاخد قرار فيه. الموضوع ده مضايقك جدا، والموضوع ده مأزمك نفسيا، بتحاول تخرج منه، بتحاول انك تفلفص من حتة السيطرة دي، بس في نفس الوقت انت يعني محتار. ممكن تكون محتار ما بين حاجتين، او محتار ما بين ان انت تراضي طرف من طرفين، ايا كان الموضوع ايه. فده اللي يمكن مسبب لك شوية من بعض التفكير الكتير. برج السرطان كمان عندك بعض الوساوس اللي موجودة في الاسبوع الاخير. وساوس عبارة عن ايه؟ يعني ممكن يكون في غيرة جديدة على الشريك، او بعض الحاجات اللي ممكن تكون انت مش واخد بالك منها، ولكن انت حاسس ان في حاجة مش حلوة. ده تأثير السيطرة عليك، من كتر ما انت حاسس ان انت مسيطر عليك في بعض الاحيان، او حاسس ان انت في موضوع شوية في عراقيل بالنسبة لك، كلها حاجات متعلقة بحاجات فاتت. كل الحاجات اللي مأزماك نفسيا متعلقة بحاجات فاتت، مش حاجات جديدة، بس عشان نكون واضحين. فده مخليك ان انت مأثر على نفسيتك جدا، فمخليك ان انت يكون عندك بعض الوساوس. وساوس كمان في نفسك، او وساوس عبارة عن انك خايف على انسان قوي، خايف على ان حد يروح منك جدا، خايف على ان حد ممكن يمرض او يتعب، فده موجود جواك. برج السرطان عندك ايجابيات، مش كل حاجة سلبيات، هو بس احنا بدأنا بشعورك ايه، ولكن عندك كتير من الايجابيات. عندك في موضوع هتحسم فيه الامور، وفي موضوع تاني هو موضوع انت حاسس ان هو مسيطر عليك، ولكن انت هتقول ما باليد حيلة وهتعمله، لكن الموضوع ده هيكون فك ازمة ليك. زي مثال عندك حاجة من ممتلكاتك الخاصة، حاسس ان انت لازم تبيعها، فرض عليك تبيعها، لازم تبيعها، ولكن لما هتبيعها ففلوسها هتعرف تستنفع بيها بشيء تاني. فهنا انت حاسس بسيطرة انك لازم تبيعها، لكن فلوسها انت استخدمتها في شيء تاني، يعني فايدة ليك. بالظبط نفس التشبيه او كمثال زي ده بالظبط. فهو ده اللي انت حاسه او انت حاساه برج السرطان. برج السرطان عندنا من الناحية العملية في نجاح، او في حاجة عايزين نحصل عليها، ده مازال موجود، وده كان موجود عندك بصورة قوية في الفترات اللي فاتت. الميزة او المشكلة اللي موجودة عند برج السرطان ان ايام شهر مايو اساسا مختلفة. يعني ايه؟ يعني عندك ايام فيها قلة حظ، وايام فيها سعادة قوية وفيها حظ قوي، فمختلفة. يعني مفيش فترة اقدر اقول في، لا ممكن اقول في بعض الايام اللي فيها حظ وبعض الايام اللي فيها قلة حظ، وماشيين بشكل طلوع ونزول. لكن عندك في الاسبوع الاخير انا اقدر اقول ان انت مسيطر، او ان انت ممكن تكون تعبان نفسيا من بعض المواقف، ولكن في اشياء هتسعدك، في اخبار جيدة جدا، في موضوع هتحس ان هو تشال هم من على قلبك، او هم اتزاح من على قلبك. وبرج السرطان يعشق جدا الاحساس ده، تحس ان انت خلاص يعني فقت من حاجة، فده موجود عندك بصورة قوية. برج السرطان اتكلمت وقلت لكم قبل كده ان عندكم في مشكلة في منطقة السمعة، يعني في اشخاص بيتكلموا عليكم كلام سيء، في اشخاص بيطلعوا فيكم القطط الفطسانه، يعني عايزين ان انتوا تكونوا مش كويسين، عايزين علاقتكم ببعض الاشخاص تكون مش كويسه، بينظروا ليكم جدا جدا في علاقتكم، وبالذات في علاقه ما بينك وما بين الشريك. فده موجود، ده موجود بصفه دايمه، لكن عندك الفتره بتاعه الاسبوع الرابع هو
كبيرة شوية، يعني عندك النقطة دي عالية. برج السرطان كمان في شيء تاني مهم ويعني عايز اتكلم عليها ويخص المنطقة العاطفية، فخلوني اتكلم على الوضع العاطفي. في الوضع العاطفي هقول اول حاجة تحذير بالنسبة للناس المرتبطين، ان برج السرطان نخلي بالنا كويس جدا جدا من انفعالاتنا، ومن ان احنا نكون عندنا ممكن يكون الوسواس يأثر علينا، او بعض المشاكل اللي ممكن تحصل او تبقى فيها انفعالات مع الشريك. ليه؟ لان ممكن يكون عندنا احنا اختناق، عندنا مشكلة، فمش هنطيق، فكلمة قصاد كلمة ممكن نبوظ الدنيا، فاحنا مش مطالبين تماما ان احنا نفتعل اي مشكلة. برج السرطان كمان بالنسبة للناس المرتبطين وفي علاقة تالتة في حياتهم، انا بتكلم بصيغة الاولويات شوية، اللي في علاقه ثالثه في حياتهم هم بيبقى عايز بتحاولوا كتير ان انتوا تخرجوا من العلاقه الطرف الثالث، وبتحاولوا كتير ان انتوا تحولوها لعلاقه صداقه. منكم اللي خد موقف وقدر فيه الاسبوع الثالث انه يعمل الخطوه دي، لكن عندك في الاسبوع الرابع انت لسه ممكن تكون بتنجذب لبعض الشيء، او اختلافاتك مع طرفك الاساسي بتخليك انك تروح للطرف الثالث او تهرب للطرف الثالث. ده مشكله محدش هيعرف يحلها الا انت برج السرطان، يعني انت اللي لازم تتحكم في نفسك جدا جدا في الموضوع ده والشعور ده. برج السرطان كمان عندك في الوضع العاطفي بالنسبة للناس اللي لسه في بداية ارتباطهم، ان في كتير جدا جدا من ان عايزين نكمل العلاقة او نوطد العلاقة او نخلي العلاقة علاقة متينة نقويها، يعني تكون في خطوبة، في زواج، في شيء رسمي، فكتير منكم عايز الموضوع ده وكتير منكم هيتعرض عليه الموضوع ده. غير كده في مثلا لو هتكلم في الرجوع، انتوا ما زلتوا عايزين ترجعوا لبعض الاشخاص، وما زال اشخاص عايزين يرجعوا لكم جدا، ولكن انتوا بتفكروا قوي قوي بصيغة المقارنة، بمعنى ان انتوا بتقارنوا شخص ممكن يكون متقدم ليكم او شخص انتوا مرتبطين بيه بشخص او علاقة بالماضي، ودي برضو مشكلة لازم ان انا احذر منها، لان التفكير او المقارنة بشخص هيخليك انك تخسر الاثنين، لانك انت مش عارف تركز مع حد منهم، انت مركز مع الاثنين او مركزة مع الاثنين، فلازم ان احنا نخلي بالنا كويس قوي قوي من ان احنا نقع في الفخ ده. برج السرطان كمان بالنسبة للناس اللي هم لسه مرتبطوش، لا في فرصة للاعجاب قوية، لان ممكن يكون علاقاتك على السوشيال ميديا بتتودد اكتر بناس، يعني بيحصل ان في ناس بتكلمك، في ناس بتسأل عليك كتير، في ناس واخده بالها منك بشكل قوي. اما كمان يا برج السرطان بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، الوضع الاجتماعي ليه تأثير كبير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاهل او بعض الاشخاص الكبار في السن ليهم، زي مثلا اللي حد ليه ابن او ليه بنت، شافوكم كويسين فمناسبين، فممكن يحصل علاقات، فده موجود بصورة قوية برضو بجيبها لكم كصورة مثال، فده موجود عندكم بصورة قوية جدا جدا. برج السرطان ده الوضع العاطفي كده، انا بقول ان انا قلته بصورة يعني سلسة جدا، خلوني اقول لكم اكتر الابراج اللي هتكون فيها علاقة متينة. برج السرطان مع الابراج المائية اكترهم برج العقرب، برج السرطان مع الابراج النارية واكترهم برج الحمل وبعد كده الاسد، برج السرطان مع الابراج الترابية اكترهم برج العذراء وبعد كده برج الجدي. بس في مشكلة دايما بتقابل برج السرطان مع الابراج الترابية، وده مع احنا بنتكلم للجنس الاخر، يعني احنا لو بنتكلم في صيغة اصدقاء او في صيغة اتنين اخوات من نفس الجنس او شخصيتين من نفس الجنس، على فكرة الموضوع بيختلف تماما. عامة كمان من الابراج الهوائية برج السرطان وبرج الدلو بشكل قوي جدا، ده اكتر الابراج اللي فيها تحسين علاقات، وشايفة ان في كتير قوي من تحسين العلاقات، لكن نخلي بالنا لان هيجيلنا كده بعض الوقت اللي ممكن يكون يحصل فيه ازمة ونرجع نندم عليها. برج السرطان كمان عندك الوضع الصحي، لازم نخلي بالنا كويس قوي على نفسنا، لازم نكون حريصين بزيادة، بمعنى كمان ان احنا يعني دي نقطة مهمة قوي، ان برج السرطان لما بقول حريصين ان احنا نكون حريصين بزيادة، اقصد حريصين بزيادة على مشكلة موجودة عندنا بالفعل، اما حريصين بزيادة على حاجة احنا ممكن نتوهم بيها، ده غلط. يعني ما بلاش نتوهم نفسنا ان احنا عندنا كورونا، ما بلاش، لان ده وضع صعب جدا، لان ده بيدخلك في ازمة نفسية. وعايز اقول حاجة، برج السرطان انت برج حساس جدا، وبرج من النوع اللي لما بتحس انك يعني لو انت حسيت ان انت مريض سكر وقعدت تقول انا عندي سكر، هيجي لك السكر،
بكل بساطه. فلازم نخلي بالنا قوي قوي من التوهم، من الوسواس الزياده في بعض المواضيع دي. برج السرطان كمان عندك هتكتشف قوه اشخاص. يعني ايه؟ يعني هتقول انت شايف شخصيه ان هي طيبه او شخصيه غلبانه او هتكتشف ان هم شخصيات جبروت بمعنى الكلمة. هتكتشف ان هم شخصيات قوية جدا، جحدة جدا، صعب التعامل معها. في الحالة دي اقدر انصحكم بحالة معينة، وهو فكرة التجاهل. يعني لازم نتجاهل الاشخاص دي. كمان عندك اكتشافات قوية جدا جدا، هتكتشف ان انت غلطت في بعض المواقف. ده مازال انت عندك الاكتشافات دي من فترة، ولكن ده مازال موجود. فتكتشف ان انت غلطت في حد فتبدأ تصلح، ده برضو موجود بصورة قوية. اتمنى ان انا اكون قلت لكم حاجات كتير قوي، وبتمنى ان انا اكون فدتكم، ولكن في الاخر بتمنى ان انا اكون بالفعل يعني بتمنى لكم كل الخير والسعادة والحب وكل الحاجات الحلوة في الدنيا. انا مش عايزة اطول عليكم، ولكن ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.